وقال يوسف بنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك بأن الشركة تشارك في مشروع حكومي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتوفير المزيد من الوظائف. تشارك سابك في مشروع منساند، وهو مشروع وطني متكامل تم عن طريق العمل التكاملي مع الأجهزة الحكومية، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، هيئة المحتوى المحلي، كذلك هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، مجلس الغرف السعودية، بالإضافة إلى القطاع الخاص لعمل ما يمكن عمله فيما يخص وجود ما يحتاجه إلى السوق المحلي. هذا المشروع حيكون إن شاء الله منصة جدا متميزة لتطوير عدد الفرص التي سوف تساعد على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الركيزة الأساسية لتطويع الاقتصاد السعودي، وبالتالي حيدعم رؤية المملكة 2030 بزيادة الوظائف المتاحة.